بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن مراقبة حركة الطفل أو مراقبة حركة الجنين داخل الرحم. بعد الأسبوع 28 تستطيعين أن تتابعين حركة طفلك. طبعا هذا يساعدك على متابعة إذا كان طفلك يتحرك بشكل أقل من الطبيعي، مما قد يدل على أن طفلك في حاجة إلى تدخل من الطبيب. وأسهل طريقة لمتابعة حركة طفلك هي طريقة العد إلى رقم 10، حيث يعني تقومين بعد حركات طفلك في المساء، وهو الوقت الذي يميل فيه الجنين إلى حركة الجسم داخل الرحم. طبعا استلقي إذا كنت تواجهين صعوبة في الشعور بحركة طفلك، لأن الاستلقاء يجعلك تشعرين بحركات الطفل. وأغلب السيدات يستطيعن يعني عد 10 حركات خلال 20 دقيقة. طبعا قومي بعد حركات طفلك يوميا لتتعرفي على نمط الحركة عند هذا الطفل. قومي بالاتصال بالطبيب أيضا إذا كان العد أقل من 10 حركات خلال ساعتين. وطبعا هذه أهم النصائح الموجودة في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.